بما انه تكلمنا على الحق، تعالوا كده نشوف ونسمع ونشاهد انه فعلا نحن في حصار صراحه. قبل ما تشوفوا، وصل الرزامي من الحق الى صنعاء، وصل وبقاري جمال وكذا، مسكين كان ماشي بالجمال، وصل كذا العشه يعني. خلونا نشوف الفيديو ونرجع لكم. شفتم الفيديو؟ شفتم الجمال والعشة؟ شفتم السيارات اللي دخل فيها؟ موديل 2024 آخر إصدار. هذول سيارات ما وصلوش دول الخليج. ولما نجي نقول الرواتب تقول حصار حصار، العطوان محاصر نحن، وألف ألف عذر. طيب السيارات هذه كيف دخلت؟ مكوك فضاي؟ نزلت ببرشوت؟ ولا انتم بس عرفتوا تحاصروا الشعب هذا؟